قنوش قرروا إعادة فتح حدود المملكة فوق طاولة الحكومة في وقت الذي ينتظر المغاربة قرار السلطات بشأن إعادة فتح الحدود. قال رئيس الحكومة عزيز قنوش إن قرار الإغلاق الجوي لحدود المملكة كان قرارا صائبا في وقته ولا زال ساريا. وأعلنت السلطات المغربية المختصة في أواخر دجنبر الماضي تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية التجارية حتى نهاية شهر يناير 2022. وأضاف أخنوش خلال استضافته في برنامج خاص على قناتي الأولى والثانية أن فتح الحدود فوق طاولة الحكومة، وأنا متفائل أنها ستتم في الأسابيع المقبلة، معتبرا أن قرار إغلاق الحدود كان بسبب فيروس كورونا الذي لم تكن لدينا معرفة به، ونحن نعرف العرض الصحي في المغرب.